شلل الوجه النصي أو ما يعرف بالتهاب العصب السابع، وهو المسؤول عن التحكم في عضلات الوجه، قد يحدث فجأة ويؤدي إلى خلل في تعبيرات الوجه الحركية، ما يستوجب إجراءات متعددة وعلاجا طبيعيا. وهذا ما سيخبرنا عنه ضيفنا الاختصاصي في العلاج الطبيعي في مركز الفردان الطبي فادي محمدي. أهلا فادي وصباح النور. عسلامة، صباح الخير، أهلا وسهلا. ويسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا. طيب فادي، قبل ما نتكلم عن العلاج الطبيعي وكيف نتعاطى مع التهاب العصب السابع، خلينا نخبر مشاهدينا بشكل تفصيلي عن التهاب العصب السابع من الناحية الطبية، ونعود لنتعرف على العلاج. حاضر، نتابع مشاهدينا. العصب السابع هو عصب حركي بيغذي كل عضلات الوجه إلا عضلات العلك، هذا بيجي من العصب الخامس. العصب السابع كل عضلات الوجه بيقطع من وراء الدينة وبعدين بينقسم لأقسام، كل قسم بيغذي شقفة من عضلات الوجه. هلا اجمالا اول شيء الواحد بيفكر فيه اذا واعي الصبح ولقى تمه شاتر على الجهة انه لا تقوم اصابتني جلطة. هلا في طرق نقدر نفرق بيناتهم، من بيناتها هي انه اذا العين تاثرت، يعني اذا العين تاثرت هيدي ما جلطه، هيدي لقوه بارده، هذا العصب السابع. اذا العين ما تاثرت، يعني الواحد بيطلع بحاله بالمرايه اذا قادر يسكر عيونه مظبوط، العين يلي من جهه الشلل بتتم، اذا قادر يسكرها مظبوط ساعتها لازم يخاف من جلطة. هلا مع الشلل كمان في بتجي عوارض تانية، اوقات العين بتدمع من نفس الجهة، بينزل سائل من الانف، الطعمة معقول تتغير، واوقات الاصوات بتصير مزعجة من الجهة يلي بيصيبها العصب. السبب منه واضح، يعني ما دائما نحن بنقدر نلاقي له سبب، اكثر الاوقات بيكون فيروس، يعني مثل الفيروس اللي بيضرب المنخار وقت الواحد بيرشح، معقول يضرب العصب السابع ويسبب شلل. هلا كمان التعرض لهواء بارد، هي بالعامه بنسميها اللقوه البارده، لانه كمان اذا بتتعرضي لهواء بارد بالمنطقه يلي بيطلع منها العصب من الجمجمه، معقول كمان يسبب شلل. العلاج الأساسي هو الكورتيزون، والكورتيزون لازم ينعطى أول ما تبلش حالة الشلل لأنه بعدين ما بقى ينفع. هلأ العلاج الثاني هو إجمالاً لنحمي العين والقرنية، لأنه المريض إذا ما قادر يسكر عينه بتصير بتنشف، خاصة بالليل هو نايم، بقى منحط قطرات وكمان قطرة لزجة شوي بالليل مشان ما تنشف القرنية. هلأ الأسباب، في سببين من الواحد ما يتحسن كلياً. أول سبب أنه يكون الأذى كبير على العصب وما قدر رجع زبط حاله العصب، بقى بيبقى الواحد مع لقوة صغيرة. السبب الثاني أنه أوقات وقت يرجع ينبت العصب، أوقات بيروح لمحلات ما المفروض يروح عليها، مثلا لأعطيكي مثلا، أوقات العصاب اللي مفروض توصل على غدة الريق بتوصل للعين، بقى بيصير وقت الجسم بيعطي الأمر ونحن عم ناكل مثلا شيء حامض وبدنا نفرز ريق، بدل ما نفرز الريق هالعصب اللي واصل على العين بتصير بتدمع العين من نفس الجهه. كمان اوقات الاعصاب اللي المفروض توصل للتم بتوصل للعين، بصير الواحد اذا بيبتسم بتغمض عينه. يعني هيدي من الاسباب، وهيدي اجمالا مثلا وقت بيروح العصب لعضل ثاني العلاج تبعه نسبيا هين، بينعطى بوتوكس بطريقه انه وقت الواحد بيبتسم ما تغمض عينه من نفس الجهه. يعني واحد ما لازم يخاف انه خلص هيدي ما عم يمشي العلاج، لا، العلاج بده كام يوم لياخذ مفعول، بعدين بيوصل المريض لمرحله انه عوارضه بتستقر وبيتحسن تدريجيا على كام اسبوع. اصابه مفاجئه تحصل بدون أي مقدمات كما ذكر الدكتور الأحدث في التقرير، ونحتاج أن نتعلم كل شيء عن جديد. فهذا حنتكلم في كل الموضوع، ولكن بناء وحتى الآن عن مشاهداتك، طيب، ما هي أكثر الأعراض التي تظهر على المصاب بالتهاب العصب السابع؟
طيب بالنسبة لشلل الوجه النصفي، أكثر الأعراض الموجودة حاليا هي الأعراض اللي تكون على الوجه، فتكون أنه في الجريماس أو أنها تعابير الوجه ما تصير موجودة، العين ما تغمض، وطبعا الفم يصير في معناها في المي ما يقدر أنه يشد المي، وهذا في أعراض ثانية بس هذا الأكثر شيء من ناحية سريرية، هذا أكثر شيء تقدروا نشوفوه. طبعا التشخيص المرض هذا يكون مبدئيا تشخيص سريري، فنبتدي بالتشخيص السريري، وزي ما قال الدكتور في أحيانا تكون إنها أعراض بس تخفي وراءها مرض ثاني مو شلل الوجه النصفي، فبعد في المرحلة الثانية هذا نروحوا للتشخيص الثانية، ولكن في 80% من الحالات هو تشخيص سريري. طيب وهي الحالة مشاهدينا بيعرفوا تكلمنا فيها قبل، هي الحالة اللي أنا مصابة فيها، فادي أنت اللي بتساعدني على العلاج، أو شيء شكرا جزيلا للمساعدة، بالتأكيد نتطور تطور ربما لا يكون بالسرعة الكبيرة جدا، ولكن نحن مصممين نمشي. بتذكر الكلمة اللي قلت لي إياها في أول يوم ابتدينا فيه العلاج، أنه العلاج ممل، التمارين مملة، لماذا؟ طيب بالنسبة للأوبشنز يعني الطرق العلاج الموجودة هي أكثريتها في اثنين، أدوية وعلاج طبيعي. صحيح. الأدوية تعطى من ثاني أو ثالث يوم، بعدين البروغرس أو تطور المرض دائما مربوط بوظيفة العلاج الطبيعي، فكل ما عملنا علاج طبيعي كل ما تطور الشفاء أو إمكانية الشفاء 100% تكون أفضل. ولكن للأسف بالنسبة للعلاج الطبيعي ما عندناش كثير أوبشنز، ما عندناش كثير وسائل للعلاج الطبيعي، فأكثر يعني الوسائل اللي نستعملها هي التمرينات. التمرينات هذه زي ما قلنا أول يوم هي تمرينات مش مملة، ولكن راح نعاودوا نفس التمرينات. نعم. راح نحاولوا أن نبنوا موفمنت جديدة، نحاولوا أن نبنوا حركة جديدة في الوجه، وبالتالي يعني نبنوا تعابير للوجه جديد. التمرينات هذه زي ما قلنا هي من الأول نشوفوا التمرينات اللي تعمل الفورم، يعني تعمل تعابير الوجه الكبيرة اللي هي زي الابتسام، زي الزعل، زي تغميض العين، زي أنه يشد المية في فمه، حركة المناخير، وبعدين نشوفوا الحركات البسيطة اللي ما يقدر يلاحظها إلا إنسان يكون يعني دارس. بس مبدئيا التمرينات تكون مملة صح، ولكن إفكتيف، فعالة جدا إذا المريض واصل عليها. وطبعا بالنسبة لأخصائي العلاج الطبيعي دوره ليس علاج بس، ولكن هو علاج ومرافقة ومساندة المريض، دعم فهو نفسي صحيح. أيوة، فهو أول شيء يعالج المريض، ثاني شيء يعطيه تمرينات في البيت، ثالث شيء يحاول أنه يربط علاقة شخصية أو علاقة حميمية مع المريض عشان يكون هو أصحاب أكثر منها علاقة بروفيشنال، عشان المريض يداوم على التمرينات، لأنه زي ما قلنا تمريناتها يعني هي تقريبا مش كثير، تقريبا كلها 20 تمرين. صحيح. فالمريض لازم انه دائما يحاول انه يعمل تمرينات في البيت مره واثنين وثلاثه وعشره، عشان نقدر ان نروح من المرحله الاولى للمرحله الثانيه للمرحله الثالثه في العلاج. طيب قبل ما نسال انه باي مرحله ومتى نبدا العلاج الطبيعي، في البدايه حابين نصائحك في المشاكل اللي بتقابل المريض بالتهاب العصب السابع، في مشاكل حقيقيه بتقابله باول فتره منها جفاف العيون. صح. يعني أنا الآن مر على إصابتي 3 شهور تقريبا، ما زلت أعاني من مشكلة جفاف العين وغيرها، كيف يتعامل المريض أو المصاب بالتهاب العصب السابع مع مشكلة جفاف العين مثلا؟ طيب بالنسبة لجفاف العين أول شيء وأهم شيء لازم أنه دائما يعلم الدكتور متاعه، الدكتور متاعه رايح يعطيه أدوية معينة، في قطر يتحط في العين، في أونتمنت اللي هي زي الكريم تتحط في العين، فتحاول أنها يعني مراهم اضطري وتحمي العين، لانه المشكله اللي سبحان الله يعني نحن لما نرمش العين هذيك هي حركه زي يعني مي تكون في العين عشان تنظفها. صح. فاذا الانسان ما يرمش عينه ساعه ساعتين ثلاثه بالغبار وبالاتربه وهذا، فتصير فيها الانفكشن وهذاك يصير فيها التدميع. صحيح. فلازم اول شيء انه يعلم الدكتور متاعه. طيب بالنسبه للفم، لانه كمان الحركه بتكون متوقفه تماما بجانب. صح. المصاب بيكون حركه الاكل او حركه كل شيء يعتمد على الجهه الثانيه، ما هي افضل نصائحك للتعامل مع هذه المشكله، يعني هذا الجانب؟ طيب بالنسبه للاكل في المرحله الاولى من العلاج نحاولوا انه، لانه
طبعا في اغلب الحالات المريض يكون في حاله نفسيه صعبه شوي وسيئه، واكثر ناس ما تعرفش المرض هذا فيظنوا انه يعني نقطه لا عوده في حياتهم. بس بالنسبه للاكل في المرحله الاولى ننصح المريض انه ياكل على الجنب او على الجهه اللي هي مش مصابه، اللي هي سليمه، عشان يقدر انه يرجع يعني يتصالح مع جسده ومع ذاته ومع وجهه. بعدين في مرحله ثانيه في تمرينات بس ما فيهاش الاكل، اللي هي زي تمرينات المضمضه، يحط المي، يحط يعني قلم على فمه يحاول انه يعمل حركات. التمرينات هذيك بنحاولوا انها تكون في اخر المرحله الاولى من العلاج. بعدين اذا هو تحسن وصار افضل نصير ننصحه انه لما ياكل يحاولوا انه لما يمضغ الاكل يوديه من مكان لمكان، من مكان لمكان، عشان المصل تبدا تشتغل. زي ما قلت لك اول مره بالنسبه للعلاج الطبيعي العصب السابع لما ينزل هنا يفتح هيك ويروح العضلات، الجبهه، الفم، الخدود، كل شيء. فشنو يصير انه العضلات هذه ما تتحركش، فاحنا راح نحاول ان نصنعه حركه جديده، بنعلم كان العضله الحركه، بنعلم العضله كان رجعنا العضله صارت طفل صغير ونعلمها الحركات هذه. فمنها الاكل ومنها تمرينات المضمضه وهذا كل عشان نحاولوا ان نصنعوا حركه جديده للوجه. ممتاز. طيب فهذه خلينا نبتدي بالتمارين ومراحلها. متى يبدا الشخص المصاب بالتهاب العصب السابع باداء التمارين؟ لانه في فتره بتكون لن نقسمها بالوقت لأنه المرحلة تختلف من كل إنسان وإنسان. صح. يعني بداية ظهور حركة، بذكر أنه أنت أخبرتني أنه أنا تأخرت مثلا. صح. في ناس حالتهم بتاخذ وقت أقل بكثير من اللي أخذ معي. إذا المرحلة، ما هي المرحلة التي يبدأ فيها المصاب بأداء التمارين؟ المرحلة اللي يبدأ فيها المصاب بالتمارين أو بالعلاج الطبيعي مربوطة حتماً بالتشخيص. إذا كان التشخيص فيرال يعني تكون انفكشن أو شيء، في دواء يتعطى وبعدين نبدأ العلاج الطبيعي. إذا كان التشخيص اللي هي تكون يعني شلل نصفي بس ناتج عن تغير في الطقس أو شيء زي هذا، فنقدر أن حتى بعد يومين ثلاثة يبدأ في العلاج الطبيعي. فهذا مربوط بالريكومنديشن أو بتوصية الطبيب. بس في أغلب الحالات كل ما ابتدينا الفيزيوثيرابي قبل كل ما يكون أفضل. لانه انت تعرف اللي المصل عضلات الوجه زي اي عضلات، اذا ما اشتغلتهاش يومين ثلاثه ترجع لورا، فما بالك عضلات تبقى مثلا شهر او شهرين ما تشتغلش، مع انه العصب اللي مسؤول على الحركه هذه مو شغال، فتصبح الحاله صعبه جدا. فكل ما ابتدينا العلاج الطبيعي قبل كل ما في اغلب الحالات كل ما يكون افضل، ودائما هذا مربوط بتوصيه الدكتور. طيب ممتاز، ابتدينا العلاج الطبيعي. كيف نبدأ؟ ما هي التمارين الأولى؟ يعني لو اليوم ربما كما تفضلت مش دائما في كل المناطق تتوفر الرعاية الصحية خاصة فيما يتعلق بالعلاج الطبيعي، فإذا حابين نوري المشاهدين بعض التمارين التي يمكن أدائها في حالة الإصابة، ما هي؟ طيب بالنسبة للتمارين زي ما قلنا نحاولوا أن نرجعوا الحركات الكبيرة في الوجه، فهي زي حركة الضحك اللي هي انك تفتح فمك، حركة انك تقبل شيء، الحركة هذه مهمة جدا. بعدين نبتدوا على الحركات تبع الذقن هنا او الخد، وبعدين حركات اذا الحواجب، وكانه بنرفع الحاجب وننزل الحاجب، يعني الحاجب كانك تنزله، بعدين كانك زعلان من حد، بعدين في ناس يقول لك حرف اكس وحرف او، فيها كثير حركات، بس دائما مربوطه بالتشخيص الاول. نعم. لانه الحلو في البيلز بولسي هذه في الشلل النصفي انه تقريبا مش كل مريض زي مريض، فدائما التشخيص هو الوحيد اللي يعطينا الحركات اللازمه للشخص هذا. فمثلا جيب اثنين مرضى ما راح تلقى انهم يعملوا نفس التمرينات، لانه هذا مربوط بالتشخيص الاولي. صح. طيب لو حابة أنه تقولنا كلمة لكل المصابين، لأنه هو المشكلة أنه هو حالة مرضية. صح. ولكن مع أنه حالة مرضية شق النفسي فيه كبير جدا. ودائما الإنسان بيكون عنده، يمكن أنا كمان مريت فيها في أوقات كثيرة، أنه هذه التساؤلات، حيرجع ما حيرجع، هل سأستطيع القيام بالواجبات اليومية العادية اللي كنت معتاد عليها أو لا. أحيانا العلاج يتطلب وقت وصبر. صح. ومجهود، كان في حالتي في ناس بتكون محظوظة أكثر بتاخذ أوقات أقل. ما هي نصائحك العامة لكل المصابين بالتهاب العصب السابع؟ طيب أول شيء، أول نصيحة أنه يخليه إيجابي. ما يخافش، الطب تطور،
موجود يعني اخصائي العلاج الطبيعي موجودين في العالم كل الحمد لله، الكواليتي يعني نوعيه او جوده العلاج الطبيعي موجوده بطريقه ممتازه جدا خاصه في دولتنا هنا، يخليه بوزيتيف، يحاول انه يعمل التمرينات زي ما قلت لك اول يوم، تمرينات ممله مرهقه ومتعبه، ويعني الى حد ما تحس انه بعمل تمرينات بس ما فيش اي تحسن. صحيح. بس داخلا في تحسن، زي ما يقولوا هو يعني الوجه مراه الروح، الانسان يحس يعني انه يزعل شوي لانه وجهه اللي هو اهم شيء عنده يعني، بس يحاول انه يخليه بوزيتيف، يعمل التمرينات وتكون عنده ثقه في البروسيس، بحول الله يتحسن.